ابن تيمية ماذا يقول؟ يقول: فأراد عبد الملك أن يصرف الناس عن ابن الزبير، فبنى القبة على الصخرة وكساها في الشتاء والصيف ليرغب الناس في زيارة بيت المقدس ويشتغلوا بذلك عن اجتماعهم بابن الزبير. انتهى كلام ابن تيمية. التفت ماذا قال؟ يقول: لما تولى عبد الملك الشام وقع بينه وبين ابن الزبير الفتنة، كان الناس يحجون فيجتمعون بابن الزبير، فأراد عبد الملك يصرف الناس عن ابن الزبير، فبنى القبة على الصخرة وكساها في الشتاء والصيف ليرغب الناس في زيارة بيت المقدس ويشتغلوا بذلك عن اجتماعهم بابن الزبير. لاحظ بالله عليك، هذا الكلام أتباع ابن تيمية هؤلاء الببغوات، هؤلاء الأغبياء، هؤلاء الجهال، لما يكفر جميع العلماء من السنة والشيعة، لما تكفر وتنفى وتكذب كل الكتب الحديثية وكل الكتب العقدية وكل الكتب الفقهية، ويحصر هذا العقل المتعجر بابن تيمية وبما يقول ابن تيمية. بالله عليكم، من هذه العبارة ماذا تفهم؟ هل تفهم يوجد خلل في تصرف عبد الملك؟ هل يوجد في هذه العبارة ما يدل على بدعة عبد الملك، على أول مبتدع وأذل وأخس وأبشع ابتداع وبدعة؟ لا يوجد أي شيء، كلام بسيط، كلام عادي، أراد أن يبعد الناس عن ابن الزبير وتأثيرات ابن الزبير على الناس، فوجه الناس لزيارة بيت المقدس وانتهت القصة. هذا هو الكلام وهذا هو التشيع التيمي. وليأتي يناقش الأحاديث الثابتة الصحيحة الصادقة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بحق علي، وعن الصحابة بحق علي ومنزلة علي وأهل البيت. ماذا يفعل ابن تيمية؟ قالوا: شيخ الإسلام، يا له من شيخ يبرر البدعة، يغطي على البدعة، يطنطم على البدعة، لأنها بدعة أموية، بدعة مروانية، بدعة من أئمته، من قادته، من سادته، من أئمته، من أنبيائه، من أربابه. نعم، إنه يقدس بني أمية، إنه يعبد بني أمية، إنه على دين بني أمية.